سد ردو المفتاح انت نقيب هيئه المحامي البسطات، اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بسيمونير ومرحبا بألف اسبريس لدى هيئه المحامي البسطات. سيد نقيب، يعني هذا الاسبوع الثالث على التوالي يخوض المحامون من خلال جمعياتهم وايضا نقاباتهم عددا من الاضرابات والوقفات، اعطينا السياق ديال هذه الاشكال الاحتجاجيه. تفضل. شكرا. بدايه اشكركم كمنبر اعلامي، ولا اخفيكم سرا بانه لما طالما اتخذنا بعض المعطيات ألا ننفتح على المنابر الإعلامية بكثرة، لأنه كلما تحدثنا كثيرا إلا وقد نخطئ، لأنه القاعدة أن من كثر لغطه كثر غلطه، وبالتالي كنا كنتفادوا هذا الموضع، ولكن تلقينا الضربات تلو الضربات وحنا كنمتصوا الصدمات وحنا ساكتين نناقش فيما بيننا، ننتقد بعضنا البعض، نجلد دواتنا، نقرر فيما يتعين انتخابي، ولكن في وفقا لمعطيات داخلية في إطار حواراتنا داخل مجالسنا داخل مجلس جمعيتنا داخل مكتب جمعية محمد المغرب إلى أن طفح الكيل. وبالتالي كان لابد وأن نحدث المنابر الإعلامية لنوضح بأننا لسنا ضعفاء، بأننا فعلا على حق، بأننا مواقفنا هي مواقف حقوقية نضالية صائبة وقانونية أيضا. السياق العام الذي هي توالي الضربات، كانت هناك وسأكيد سنتحدث عنها تواليا مع معطيات هذا الحوار فيما يتعلق بإعلان لامتحان أهلية خارج الإطار التشاركي، وهنا سأوضح المغالطات التي يحاول البعض وخاصة سيد وزير العدل أن يوضحها لعموم المواطنين وهذا غير صحيح. ثم تولت بعد ذلك مسودة قانون مهنة المحاماة في إطار غير تشاركي أيضا، وثالثة الأثافي هي ما تعلق بمشروع قانون المالية وخاصة الجزء المتعلق بضرائب المحامي. هنا كان لابد أن نتململ، أن نتحرك، لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي. الذي جعلنا نتحدث وبالقوة التي رأيتموها وبالاحتجاج القانوني والسلمي الذي عينتموه والقواعد تغلي، ونحن دائما كنا ممتصين لصدمتها اتجاه بعض الخرجات الإعلامية غير المحسوبة خاصة للسيد وزير العدل في هذا الإطار، الذي بقدرة قادر غير مكلف من قبلنا لأنه لا يعتبر محاورا باسم المحامين في مواجهة إدارة الضرائب، لا صلاحية ولا صفة له في ذلك، ونحن الذين فتحنا حوارا سابقا مع إدارة الضرائب في عهد ولاية مكتب الجمعية السابق وكنا نجالس بشكل مباشر مدير إدارة الضرائب دون وساطة، وهو بطريقة هاته حاول أن يهم حتى السيد وزير المالية أو السيد وزير المنتدب لدى وزارة المالية بأنه مخاطبا رسميا في هذا الاتجاه، وهو ما وقفنا عليه بالملموس من خلال بعض المحاضر التي أنجزت ما بين الوزير المنتدب أو الوزارة المنتدبة وما بين وزارة العدل، لعل آخرها كان خلال شهر يوليوز وبالضبط 19 يوليوز، والحال أننا لا علم لنا بأن حوارا من هذه الطينة أو من هذا النوع أو من هذه الناحية يقع ما بين إدارة الضرائب، لأنه السيد الوزير المنتدب ظن بأنه أحسن صنيعا حينما قدم مشروعا لقانون المالية تضمنه معطيات نحن راضون عنها، والحال أن هذا الأمر غير صحيح ولا علم لنا بذلك ولم يحصل تحصل مشاركتنا ولا اتفاق لنا في هذا الأمر. لا أخفيكم سرا بأن وزارة العدل حينما استقلت السلطة القضائية، وحسنا كان الأمر ديمقراطيا وحقوقيا، وإلا في ظل معطيات كهاته ما عرفتش إيش كان غادي يوقع، حسنا كان هذا المنحة، وبالتالي ما بقاش للسيد وزير العدل إلا بعض الإشرافات أو بعض التشريع الذي نتقاسمه باقي المواطنين، نتقاسمه باقي الإدارات وإياه في هذا المنحة. احنا دائما نوضح بأننا مهنة حرة مستقلة بمقتضى المادة الأولى من قانون مهنة المحاماة، وبالتالي لا صلاحية لأي كان أن يتحدث باسمنا أو يتحاور باسمنا أو يوضح بأننا راضين أو غير راضين. الحوار كان دائما مع إدارة الضرائب بشكل مباشر. الذي حصل هو أنه تم تدريب المحامي وفقا لما رأيتموه في قانون المالية، وأحددت معطيات جديدة للتحصيل، لعل أهمها هو الأداء المسبق. نحن
عاينا بانه هو اللي حسنا بواحد شويه ديال الاستهداف حتى فئه من الفئات ديال الملزمين باداء الضريبه، حتى فئه من المهن الحره ما عند هذا المعطى الا مهنه المحاماه. الاسباب ربما والدواعي التي جعلت اداره الضرائب، اولا كما قلت هو ان السيد وزير العدل اعطى للاداره، اعطى لوزير المنتدب للماليه بانه هذا معطى متفق عليه، والحال انه غير متفق عليه، ما عمرنا ما فاتحنا شي يعني لم يتم اشراكهم في هذا الامر، لم يتم اجراؤنا ولم تتم مفاتحتنا ولا علمنا لنا بذلك، وهذا هو معطى فيه ما من ناحيه ما ندخلش في المعطيات التقنيه، فيه ما يقال من ناحية القانونية. مذكرتنا الدفاعية أو دفاعنا عن حقنا في هذا المجال واضح ولن تعوزنا الحجة، ونحن رجال نصوص ورجال قانون، ولكن أن يقال بأن 95% من المحامين لا يؤدون ضرائبهم، والعهدة على الراوي، لأنه بالأمس القريب غير البارح أحد المسؤول عن إحدى التعبيرات المهنية الجمعية الوطنية للمحامي الشباب هو الأستاذ مشيخ نظم ندوة صحفية وأكد فيها في منبر خارج أرض الوطن. شوفوا صورتنا إحنا المحامين من الضربات التي كيلت لنا محليا، وكنا كنتصور كنقولوا خلافنا يظل ما بيناتنا، وإنما يمشي حتى لجنيف ويصرح أمام مرأة أو مسمع من فئة معينة في مقهى عمومي، والعهدة دائما على الراوي كيف ما قال الأستاذ الشيخ، لأن استقيتها وهو مسؤول عن كلامه، وهو كيقول لك بأنني مسؤول على الكلام، وسمع بأن 95% من المحامين لا يؤدون ضرائب. كيفاش غنضرنا احنا هذا المواطن؟ كيفاش غتكون هذه الفكرة ديال أننا؟ وقبل ذلك وفي منابر إعلامية محلية كان يؤكد على أن المحامي بصيغة أو بأخرى لا يؤدي ضرائب، إلى حد أننا وسمنا بأننا متهربين ضريبيا ونحن غير ذلك. الحقيقة ماشي هي هذه الحقيقة، أننا فتحنا حوارا مع إدارة الضرائب في الولايات السابقة وخلصنا إلى ما خلصنا إليه، وأدى البعض منا ودرنا الإجراءات التصالحية، وارتفع العدد من الذين لا تعريفا ضريبيا لهم، وفعلا هذه حقيقة كان في واش نحن ايضا نجلد ذاتنا، لانه يعني كيقول بانه بعض المحامين ما عندهمش حتى تعريف ضريبي. انا نقول في هذا في هذا في هذا في هذا المعطى اننا حينما فتحنا بابا مع اداره باب الحوار مع اداره الضرائب، ارتفع العدد من 5000 اللي عندهم تعريف ضريبي الى 9000 اللي عندهم تعريف ضريبي. اولا هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، الذين لا تعريفا ضريبيا لهم اما انه لا مدخول لهم او لا مكتب لهم، هذه حقيقة، هذا واقع، لأنه إدارة الضرائب تطالب إما بعقد الكراء أو تطالب في الملكية حتى تفتح لك ملفا ضريبيا، وحنا راه ماشي كل شيء المحامي من 17000 محامي في المغرب كله عندهم مكاتب، هذه حقيقة مرة، وهذا هو المعطى الاجتماعي الاقتصادي الذي يتعين أن يستحضره، وكان على زميلنا وكان على السيد وزير العدل أن يستحضره وهو عالم بها، هذا هو المشكل، راه عارفها، راه ماشي مخبي عليه، لانه محامي مارس لمده تفوق 30 سنه. البعض السيد نقيب كيقول بانكم انتم كتحتجوا فقط مصلحتكم الماديه وتم المساس بها، وبالتالي تدافعوا عن مصلحتكم اكثر ما تدافعوا عن مصلحه المواطن. شوف انا غادي نجاوبك على هذه، ولكن دعني بدايه اؤكد لك استرسالا فيما سبق لي وانا ابتدات، وغنجي لهذه النقطه. حينما يخرج في لقاء خاص، وهذا ماشي من باب الاسرار، نقيب هيئة المحامين الدار البيضاء وهي من كبريات الهيئة وهي أكبر هيئتين في المغرب، وتيقولها بالملء فيه السيد وزير العدل والسيد وزير المنتدب لدى وزارة المالية، تيقول له أودي راه عندي ما يفوق 5000 محامي، ولكن راه أكثر من ثلاثة أرباعهم لا مكاتب لهم، راه ثلاثة الأرباع، راه 5000 أنا مبغيتش نعطي الرقم اللي سمعته، أنا مبغيتش نعطي هذا الرقم، وإنما أعطيني عدد المكاتب، وبالتالي ما تقولش لي بأنك لا تعريف ضريبي لكم وحنا عندنا إكراهات، حنا قلنا نفتحوا حوار ونلقاو له الحل، وفعلا الحوار في النقاش كان بدات كتبان تصدح الرؤية، ولكن أن يقال لنا وأن يتم إيهام المواطن، وهذه بصح هذه، لأنه ملي كيخرج السيد وزير العدل في أكثر من منبر إعلامي ويقول لهم بأنه قد تصرفاتنا قد تقع تحت طائلة العقاب. حتى شيء اخر العقاب، لانه ملي كنقول العقاب راه كنمشيو باننا خائنين الامانه، باننا غير مصرحين ضريبيا، مخالفين القانون، والحال عكس ذلك، بان لا سيدي احنا هاد الاحتجاجات ديالنا راه ماشي غير لذواتنا، لا نريد شيئا لانفسنا، نحن اقوياء بقانوننا، محصنين بتصرفاتنا، محصنين باعرافنا وتقاليدنا، وبالتالي حينما امارس وانا المحامي بشكل قوي
فإنني أدافع عن المواطن عن المتقاضي بالقوة التي أكتسبها مما أنا متحصن به. وبالتالي لا، إحنا ما كندافعوش غير على أنفسنا، إحنا بالعكس لا، هذاك الاقتطاع الضريبي من بعد، هذاك جاي لي من بعد، وإنما هاد التسويق واش اللي غنأديه؟ واش النقيب رضوان المفتاح هو اللي غاديه؟ لا، أنا مني غادي تفتح عندي ملف سيؤديه المواطن، سيؤديه من يريد أن يلجأ للعدالة، يعني يؤديه بشكل مسبق، سيؤديه بشكل مسبق، ماشي أنا، ولهذا أنا أتحدث وهم من ذوي الدخل المحدود. الحكومة أو الإحصائيات التي أعطتها وزارة العدل للسيد الوزير المنتدب لوزارة المالية 5 ملايين قضية أو 5 ملايين ديال القضية التي تفتح في السنة، هذا رقم استدلالي لا يمكن أن أخذه في إطار التجارة ونقول هذا رقم راه شحال غيدخل لينا ديال المدخول، وهو اللي كان قلت لك بأنه وقع المجموعة ديال الإدارات في المبهم. وبالتالي هذو ما غاديش، حنا بالعكس نحن ندافع عن الولوج المستنير للعدالة، نحن ندافع عن مجانية التقاضي، نحن ندافع عن المواطن اللي غادي يولي غير برقم استدلالي أولي إلى زدنا غير الرسوم القضائية اللي هي في الحالات الدنيا ما بين 150-160 درهم دون الرسوم الأخرى، دون الرسوم مرافعة، دون الرسوم باقي الرسوم، منين نديروا هذه المسائل ونزيد عليه 300 درهم؟ أنا خصو كيف ما يتفتح الملف ناخذ من عنده 500 درهم يمشي أديها في الصندوق، راه ماشي أنا اللي غنأديها، نحن حينما نحتاج راه تنقولوا راه ماشي أنا غنأديها. هذه واحد، ولا غير ايضا حتى المحامي راه غادي يديها مره ثانيه اكيد، ماشي غير، وحتى الا انتهت المسطره بالصلح، بدات المسطره ولم تنتهي، ابتدات ولم تنتهي الى حكم معين وانتهت بالصلح، وذلك ما نريده، لان نسعى دائما الى الصلح، هذا واجبنا. ابتدي هذاك المتقاضي مسكين غادي نولي الان نثقل كاهله وكاننا نقول له بانه هذا رقم استدلالي اللي قلت لك ديال 5 ملايين قضيه، راه فيه واحد المعطى اخر، بأن هناك أزمة نفسية، بأن هناك صراع نفسي، بأن هناك أزمة حقوق، بأن المواطن حينما يلجأ إلى محراب العدالة فإنما يكون طالب حق أو مدافع عن الحق، وهذا رحنا بجوج، لأنه هذه الضريبة تفرض، هذا الأداء المسبق يفرض على الطرفين مدعي ومدعي عليه، فإما أنني سأضرب حقه في الصميم من أجل مطالبة بحقه، أو أنني سأضرب حقه في التصميم من أجل الدفاع عن حقه. هذه معطيات كلها يتعين أصحابنا، وبالتالي فإنني أوجه نداء لعموم المتقاضين، لعموم موكلينا، أعذرونا، إحنا الآن حينما يكون هناك تأثير عن ملفاتكم، تأثير عن مسيرها، هناك ملاحظات في بطء في ما قد يطارها من بطء، ولكن هذا دفاع عن مصلحتكم، ليس دفاعا عن حقوق أو عن معطيات شخصية، وإنما ما نرمه هو أن يكون هناك ولوجا مستنيرا سلسا مجانيا للتقاضي. هذا هو السؤال سيد نقيب، ولكن المواطنين الآن من خلال هالثلاث أسابيع من الاحتجاجات ما كنلاحظهمش يعني بشكل أو بآخر متضامنين بقدر ما هم متذمرين من هذه الأشكال الاحتجاجية اللي كتقوموا بها اللي هي مقاطعة الجلسات، ما يمس حرياتهم وأموالهم وقضاياهم ككل. هذا ما يحاول حينما يقول السيد وزير العدل، وهذا هو هذه الطامة الكبرى، وكنت في أكثر مرة أتمنى وأقول يا ليته سكت، لأنه حينما يقول في منبر إعلامي أنا سأدافع عن المواطن اتجاه المحامي، سأحمي حقوق المواطن اتجاه المحامي، أي حقوق؟ نحن حامين الحقوق ديالنا، حامين بمقتضى القانون، نحن ماشي ناس نشتغل خارج إطار القانون، أو أننا كيف ما تنقولوا السيبة ولا الفوضى هذه، لا، نحن نشتغل ضمن إطار، ونحن ندافع عن حقوقهم، ونحن ندافع عن حريتهم، وبالتالي إن لم يتململ هذا المواطن، احنا بالعكس، نحن ندعو إلى السلم الاجتماعي، نحن من دعاته، لأنه كما تعين قلبة الآية، الحكمة التي تفترض في رجل السياسة، لا تفترض في المسؤول الحكومي، الهدوء، أن يزين كلامه كما يقال باللغة الفرنسية، الفوتورني لا لونغ دي فوا أفون دو بارلي. هذه الحكمة اللي وبمفهوم المخالفة، وقالها السيد الوزير العدل، قال لك ودي أنا كون ما خرجوش أنا كنقول لهم خرجوا واحتجوا، لأنه يفترض في المحامي هو المنافع، هو المدافع، هو الرجل الصلب، هو المقدام، ولكن بمفهوم المخالفة يفترض في رجل السياسة، يفترض في رجل الحكومة، يفترض في السيد الوزير، هو الحكمة، هو أن يزين كلامه، هو ألا يتحرك بلغة قد تثير النعرات أو تثير النبذات. وهنا فاش جا بأننا راني غنحمي من المواطن، لا بالعكس،
نحن ما كنقول حقوق تنقول المواطن صبر معنا شوية، راه حقك احنا كندافعوا عليه، صبر معنا ولن نطيل، لن نطيل، نحن دعاة حوار، احنا مستعدين، ولكن الحوار في معطيات معينة، وحينما يطلب منا احنا راه غير للأمانة العلمية والأمانة الواقعية والأمانة القانونية والأمانة الفكرية. نحن لم نقطع الحوار أبدا، كما قلت لك ابتدأناه مع إدارة الضرائب ورفعنا العدد ديال الملزمين ودخلنا مبالغ ووصلنا الناس المسؤولين كما تنقولوا حنايا باللغه ديال الشاويه متلسيادنا مع هذه وصلنا النتائج، وانما حينما تم حيادنا ما بقيناش احنا المحاور. سيد وزير العدل باي صفه يحاور باسمنا مع اداره الضرائب؟ لا هو بوزير ماليه منتدى في اداره الضرائب، لا هو برئيس جمعيه هيئه المحامين المغرب، لا هو بنقيب ممارس في شؤون اصلا ما دخل الوزير في هذا المشروع. هذا هو اللي بغيت نقول، لا ما لا هو منتدب من قبلنا، وبالتالي لا. ولكن انا غنقول لك فين دخل السيد الوزير. السيد الوزير حينما وزاره العدل بقى عندها غير معطيات معينه، انا تنقول راه حنا مستقلين على وزاره العدل، انما وزاره العدل عندنا في باب واحد هو في التشريع المهني، والتشريع المهني تقاسم هو باقي المواطنين، قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، جميع القوانين فإنها هي مصدرها وزارة العدل بشكل أو بآخر، وأيضا في الإعلان عن امتحان أهلية المحاماة. هذه هما المسائل، أما باقي الأمور فإن المحاماة هو قطاع عمومي للدولة تخلت عنه للخواص لتدبيره في إطار الحقوق والحريات، وبالتالي حصلنا عليه في هذا المنحة، وما كان عليه وما كان على سيادتي أن يحشر نفسه في هذه الزاوية الضيقة. كون خلينا كنا غادي نلقاو الحلول اللازمة. وبالتالي أقول فيما يتعلق بالحوار، ماشي إحنا اللي سدينا الحوار، سمي في إحدى المنابر الإعلامية خرج معالي الوزير وقال لي مودي سدوا الحوار، هما صدروا البيانات، غلقوا. لا سيدي، إذن في لماذا سنلتقى معهم؟ لماذا سنجلس معهم؟ جاية نوبتكم بهذه الأساليب. لماذا قلت لك بأنه تقلبات الآية؟ إحنا اللي كان خصنا خطابنا يكون نوعا ما توري إن صح هذا التعبير، تقلبات الآية. ولهذا قلت في إحدى المحطات وقيل إلى لو أنني كنت أبحث عن نقيبا لن أجد أحسن منه، ولو أنني كنت أبحث عن وزير لن أجد من أحسن الوضع الحالي فينا حنايا.